فاحنا نروح بقى دلوقتي عشان نتابع مع حضراتكم ملخص اللي حصل امبارح في الحلقات ال 18 لمسلسلات رمضان. كان في احداث كتير جدا، تفاصيل مهمه طبعا ابتدت بقى تبان خلاص، عشان يعني فاضل تقريبا حوالي 12 حلقه باقيه، فابتدت بقى الخيوط نفسها والالغاز ابتدت انها تتحل كده وتتفك. خلينا نتابع معاكم في التقرير اللي جاي ايه اللي حصل في حلقات امبارح من المسلسلات. الحلقات ال 18 من مسلسلات رمضان كان فيها أحداث كتيرة امبارح. البداية من مسلسل الاختيار اللي جت حلقته ال 18 باسم الوافدين من الخارج، وشهدت إعلان الرئاسة احترام حكم محكمة القضاء الإداري بوقف الانتخابات البرلمانية وإنها مش هتطعن على الحكم. لكن اللي حصل إنه هيئة قضايا الدولة طعنت على الحكم، وهنا محمد مرسي حس بالغضب واعتبر إنه اللي حصل ده قرارات متضاربة، وإن الناس هتقول إن مرسي بيطلع قرارات وبيرجع فيها مرة تانية. الناس هتقول إن أنا كل شوية باخد قرار وبعدين أرجع فيه. إحنا مش كنا طلعنا بيان قلنا فيه إن إحنا مش هنطعن على حكم المحكمة الإدارية؟ دي هيئة قضايا الدولة سيادتك اللي طعنت. يعني إيه هيئة قضايا الدولة؟ ما هي الحكومة برضه. بعد كده المشهد بيتنقل لسينا وبيتنكر الضابط مصطفى خليفة أو أحمد السقا في شخصية سائق تاكسي، وبتركب معاه إسراء اللي حكت له عن تفاصيل المكان اللي فيه قائد الخلية التكفيرية أبو منير، وبيطلب منها الضابط مصطفى تنفيذ كل اللي يطلب منها بالحرف الواحد بدون أي تفكير، لأن ده هيكون اختبار ولاء ليها. أبو منير دلوقتي هيعمل لك اختبار ولاء. يعني إيه؟ يعني هيكلفك بحاجات تقومي بيها عشان يشوفوا مدى ولائك ليهم وقدرتهم على استخدامك لأبعد حد. كل اللي مطلوب منك تنفذ اللي هيطلب منك بالحرف الواحد ومن غير تفكير. في الحلقة ال 18 من مسلسل العائدون قدر علاء إنه يبعت مجموعة من صور أعضاء تنظيم داعش لجهاز المخابرات العامة، لكن مش كل الصور وصلت، لأن علاء اتفاجئ بنزار وهو داخل عليه وبيسأله عن الفلاشة اللي موجودة في اللابتوب واللي بتبعت الصور لجهاز المخابرات، ووجد نزار إن الفلاشة عليها مقاطع من تلاوة القرآن الكريم، فبيطلب الحصول عليها لأنه أعجب بصوت المقرئ. وفي اللحظة دي توقفت باقي الصور عن الإرسال، فقلق الضابط عمر أو أمير كرارة، لأنه من الممكن أن يكون علاء اتكشف من قبل الدواعش، وده بيهدد حياته وسلامة العملية. هياخد الفلاشة، انسخ المصحف بصوته ورجع لك إياه. طيب يعني أنت ممكن ما تعبش نفسك، أنا ممكن أعمل لك نسخة، وطالما أنت بتحب الشيخ ناصر أكيد إن شاء الله يعني بقية المشايخ اللي على الفلاشة هيعجبوك. لا خليك بشغلك، أنا هنسخ بنفسي، صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وفي مسلسل فاتن أمل حربي بدأت الأحداث بصدمة فاتن أو نيلي كريم بعد اختفاء شنطة المليون جنيه، وراح الشيخ يحيى الميسون في الكنيسة علشان يحكي لها على المشكلة اللي وقعت فيها فاتن، وبعد كده راح شفيع أو محمد التاجي لفاتن في منزلها وقال لها إنه ركب كاميرات مراقبة عند مدخل العمارة بعد هجوم طليقها سيف عليها، ولما راجع الكاميرات اتأكد إن سيف هو اللي سرق الشنطة. أنا استأذنت صاحب العمارة وحطيت الكاميرا دي على المدخل تحت، وحطيت كاميرا تانية قدام مدخل الشقة. من ساعة ما عرفت إن الإرهابي الواخد سيف اتهجم عليكي وفزعك. وريها يا شفيع الفيلم الجزء التاني. بدأت أحداث الحلقة 18 من مسلسل الكبير قوي بمحاولة شراء جوني فولورز لزيادة المتابعين على حسابه، وراح للمعلم أحمد بسيوني المتخصص في زيادة المتابعين على السوشيال ميديا، وبيقابل جوني البلوجر محمد مولي اللي بيقوله إن الناس كلها بتشتري فولورز، وطلب المعلم أحمد بسيوني من جوني 200 ألف جنيه علشان يزود حسابه ل 2 مليون متابع. اجري هالزنوتي ومستنيك، يلا هتزنوتي مستنيك. 200,000 زنوتي مستنيك. نزل لي 6 زنوتي مش خسارة فيك، كملهم 10 زنوتي مصدعنيش، هجيب فلوس منين دلوقت. في الحلقة 18 من مسلسل في بيتنا رابط لاحظ يوسف أو هشام جمال إن صوت زومبا متغير، فسألها عن السبب وقالت إنها أكلت محشي، وبالفعل فتح بطنها ولقى طبق المحشي ومعاه كفتة كمان، فخرج الأكل ورجع صوتها مرة تانية زي ما كان. وخطط سامح المنافس ليوسف علشان يسرق أبحاث الرابط من المنزل ويفوز في المسابقة، وانتظرهم لما نزلوا من البيت علشان يحضروا خطوبة لذيذ وهدير، ودخل سامح البيت هو ومتين اللي قدر يفتح باب الشقة،
لكنهم فوجئوا بأن زومبا موضوعة على الشاحن، فقرر سامح أنه يدخل ويسرق أبحاث يوسف، لكن زومبا كانت بتسجل كل اللي بيحصل. إيه؟ مال صوتك يا زومبا محشرج ليه؟ صوتي مش محشرج. مش محشرج إيه ده؟ أنت شاربة جوزة، أنت فيكي حاجة جوه يا زومبا ولا إيه؟ في محشي. عيب يا زومبا، محشي إيه؟ استني كده. إيه ده؟ ده في محشي بجد وبالطبق كمان؟ ده المحشي اللي لسه لفاه كلتيه من غير ما اسويه. وشاورما؟ ما عندكيش كمان مكرونه بالبشاميل؟ خلصت.